مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من فقه الحياة. الرحمة خلق من الأخلاق الحميدة التي دعا إليها الدين الإسلامي، وأيضا حث على الالتزام بها والالتزام بمبادئها. هي خلق الأنبياء عليهم السلام جميعا. جاء الإسلام بشريعة سمحاء تجعل أفراد المجتمع يعيشون في جو من الود والتراحم. حول التراحم والرحمة في الإسلام تدور حلقة اليوم من فقه الحياة، ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور عبد الفتاح جمعة من علماء وزارة الأوقاف. برحب بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. مشاهدينا متواصلون معكم بعد الفاصل. مشاهدينا لكم التحية من جديد، ولضيفي أيضا في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الدكتور عبد الفتاح جمعة من علماء وزارة الأوقاف. أجدد لحضرتك التحية. أهلا وسهلا. مرحبا. دكتور، بداية، الرحمة في الإسلام، ما الفرق بين الرحمة والتراحم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، حينما نتكلم عن الرحمة في الإسلام فإننا نتكلم عن قطب أعظم في الدين، بمعنى أن الإنسان لا يصير إنسانا في شريعة الإسلام إلا إذا اكتنف أحواله جميعا الرحمة، وأن يكون رحيما بمن غيره، بمن بالآخرين. يعني بالآخرين. حينما نتكلم عن الرحمة في الإسلام ونقول أنها هي تعد القطب الأعظم، وأن كل خلق نابع أصله من الرحمة، فهذا هو الدين، وهذه هي الإنسانية في أجمل صورها. فالإسلام جعل الرحمة سبحان الله جزاء من جنس العمل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول من لا يرحم لا يرحم، يعني وكأن الرحمة حينما كل إنسان بطبيعته أنه ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، فبالتالي هذا الضعف يجبر برحمة الآخرين، ورحمة الآخرين لا تتحقق إلا إذا حدث هناك تبادل. وهنا نستطيع أن نفرق بين الرحمة والتراحم. فالرحمة تصدر من الله جل وعلا ومن الخلق. يعني سبحان الله، الله رحيم بعباده، والله لطيف بهم، والله تبارك وتعالى عنده رحمة، ولكن رحمة عظمى، رحمة كبيرة، رحمة لا تدع الإنسان إلا حين تدخله الجنة، حينما يلقى ربه. هذه رحمة الله. وهناك أيضا من الرحمة يتصف الخلق ويتصف البشر، حتى الكائنات. إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. إذن هذه الرحمة، ورحمة قد تكون مشتركة بين كل من أودعه الله سبحان الله، يعني شيء من الحياة، بين من فيه حياة. أو في الكائنات عموما. أما التراحم لا يكون إلا بين الخلق. التراحم يكون بين خلق الله، سواء كان هذا الخلق إنس أو عالم الحيوان أو عالم الطير أو عالم تراحم. وفيه شيء من المفاعلة، بمعنى فيه شيء من التبادل. لكن الله جل وعلا غني على أن يرحمه أحد طبعا، فلا يكون هناك تراحم بين العبد ورب فهذا حتى نستطيع أن نفرق بين الرحمة والتراحم. طب فضيلة الدكتور، يعني حديث حضرتك عن الرحمة بيأخذنا يعني الرحمة بين البشر، هل الرحمة تكون للمسلم وغير المسلم؟ يعني الحديث عن المؤمنين
مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم. فكرة المؤمنين فقط أم أنها تشمل كل البشر؟ حينما نتكلم عن الرحمة فإن الرحمة تدرك الجميع، جميع خلق الله تعالى، والإنسان مأمور بأن يكون رحيما حتى في حالة عدائه مع غيره، مع من يخالفه، سواء كانت هذه المخالفة مع من يعتدي عليه في دين أو عرض، لابد أن يكون حتى ليس هناك شيء من التشفي، أو ليس هناك شيء، لابد أن يأخذ من مضامين التعامل هذا التراحم، لا ينفك عن أحد ولا يكون هناك عدوان، يعني لا يعتدي، ولكن الإنسان وجب عليه في من يعامله، سواء كان من يعامله على ملته أو على غير ملته، أن يكون رحيما عدلا لا يجور ولا يظلم، ولا يكون هناك شيء من البشاعة مع من يخالف، إلا إذا كان هناك نزال وحالة حرب، وهذه طبيعة حتى في حالة الحرب هناك يعني الضوابط الإسلامية الشرعية ألا يكون هناك تمثيل في الحرب. حنتطرق لهذه النقطة بشكل أكثر تفصيلا، ولكن اسمح لي فضيلة الدكتور، يعني بنتحدث عن الرحمة، وحضرتك ذكرت أن من أسماء الله الحسنى الرحيم، وهو رحيم بكل العباد وكل المخلوقات، ولكن هناك اسم آخر من أسماء الله وهو الرحمن. الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الإنسان سبحان الله يعني كما قلت، وبرضو قد يشتبه نعم. بين الرحمة والتراحم، نجد هذا الفرق أيضا في الرحمن والرحيم، فلا أحد يتصف بصفة الرحمن أو يسمى الرحمن، نعم، ولكن يسمى هنا. رحيم، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. الإنسان قد يشترك في هذه الصفة مع الله رب العالمين، لكن لا يشترك مع كونه رحمن. لماذا؟ لأن الرحمانية من قبل الله جل وعلا عالية لا يستطيعها أو لا تستطيعها الكائنات، فرحمانية الله جل وعلا بخلقه قدرة عالية وعطاء ليس له حد أو لا تدركه المخلوقات لكي تعطيه للمخلوقات. فالله جل وعلا يعطي الجنة، لا أحد يملك الجنة إلا الله رب العالمين، نعم. الله جل وعلا يعطي ينشئ الإنسان، لا أحد يستطيع، يعني الرحمن هي درجة من الرحمة لا يبلغها إلا الله سبحانه قد وتعالى. يكون هذا هو المعنى، نعم، قد يكون هذا هو المعنى، لأنه لا أحد يتصف بصفة الرحمن إلا الله سبحانه، وهذا دلالة على أنه هذه الصفة علوية لا يستطيع أحد مهما أوتي ومهما كان عنده عطاء أن يمنحها لأحد، فالله هو وحده الذي يمنح هذا العطاء، لذا كان رحمانا، نعم. وحينما نتفكر في الإنسان، يتفكر في حياة الله، وهبه حياة، الله وهبه سبحان الله تكوين، الله وهبه أطوار في حياته لا يستطيع أحد أن يوصله إليها، وهذه من منن الله تبارك وتعالى وفضله على خلقه، نعم. فهذه رحمانية تكتنف الخلق، لكن لا أحد يستطيع من الخلق أن يعطيها للخلق، هذا. طب فضيلة الدكتور، يعني الحديث عن الرحمة وتطرقنا إلى أن من لا يرحم لا يرحم، هناك بعض الأشخاص لديهم من الغلظة وقسوة القلب ما لا يمكنهم من تقديم أي نوع من أنواع العطاء أو الرحمة للآخرين، هل هي طبيعة بشرية؟ يعني هناك شخص رحيم بطبعه وهناك آخر غليظ بطبعه؟ قد يكون هذا، ولكن الله تبارك وتعالى أودع الإنسان عقلا، نعم، ومن باب هذا التعقل، بل الإنسان على نفسه بصير، بمعنى أنه يجب أن يروض نفسه إذا كانت نفسه قاسية، نعم، نفسه فيها غلظة، فيها شدة، فيها شيء من القسوة، القسوة، يجب أن يروض نفسه على أن يكون رحيما، أن يعلم هذا العيب في نفسه فيصلحه، لأن الله تبارك وتعالى أعطاه عقلا ليميز، ليقول له هذه رحمة وهذا عنف وشدة وقسوة، فبالتالي يستطيع أن يفرق وأن يعالج نفسه بما وهبه الله تبارك وتعالى من ملكات إنسانية وعقلية، ويستطيع أن يفكر، ويستطيع أن سبحان الله
وحينما يعني أريد أن أشير لهذه الجزئية، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقبل الصبيان. نعم. فتعجب أحد الجالسين في مجلسه صلى الله عليه وسلم كما يقولون، وكان الأقرع بن حابس، قال: أنتم تقبلون الصبيان وما نقبلهم؟ يعني شك أو اعتقد أن تقبيل الصبيان فيه شيء من الضعف، أو فيه شيء من سبحان الله عدم الخشونة والفحولة وما أشبه ذلك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصحح هذا المفهوم، يصحح هذا المفهوم ليقول له: لتقبيل الصبيان هذا أمر رحمة، أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ نعم. حينما نرى هذا الأمر أو أملك، يعني وكأنه منزوع الرحمة، لابد للصبي أن ينال هذا الحنان وهذا العطف وهذه الجرعة من المحبة والاحتضان، هذه طبيعته، فلا تحرمه من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح وقال: لا، هذا ليس ضعفا، وهذا ليس عدم رجولة، وهذا ليس كذا، وهذا ليس كذا. هذا مفهوم مهم جدا فضيلة الدكتور، لأن البعض بينظر إلى الشخص الرحيم الذي به رقة في عواطفه وفي مشاعره تجاه الآخرين بأنه ضعيف، ومنظور المجتمع للشخص الضعيف يؤكل. يعني فكرة تصويب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفكرة من أكثر من 1400 سنة لها دلالة لمعرفة ما سيأتي بعد ذلك، خاصة أن العرب عندهم شيء من الخشونة لطبيعة الطبيعة البدوية والحياة الصحراوية. إذا كان هذا يصححه في هذه الطبيعة الجافة لتعتدل الأمور وتوضع الأمور في نصابها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما كان العلماء دائما يسمون حديث، يبدأون المجلس في مجلس العلم بحديث يسمونه حديث الأولية، حديث الأولية، يعني لابد أنه يتصدر كلام العالم أو الفقيه حينما يتعرض لطلابه أو يتعرض لسبحان الله من يجلسون أمامه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من لا يرحم لا يرحم، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا الله. هذا حديث ويسمونه حديث الأولية، رواه الإمام أحمد في مسنده. هذا درجة على أن يكون العالم أول كلام، حتى وإن لم يتكلم في موضوع الرحمة، نعم، أن يكون أول كلامه: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، ليؤكد أن تواصل الناس فيما بينهم لابد أن يقوم على هذه الفضيلة، على قيم الرحمة وقيم بذل المعروف للناس حتى في الاختلاف. حتى في الاختلاف. ولذلك الرحمة سبحان الله، أنا لا نريد الرحمة المصطنعة، قد تسير هذه الرحمة المصطنعة لتدريب النفس على سبحان الله أن يكون الإنسان رحيما، شيء طيب، ولكن الرحمة هي إرادة الخير للغير، والغير هنا سبحان الله يعني أي غير، سواء كان إنسانا أم حيوانا أم طيرا، سبحان الله، هو أو النبات. طب دي قضية مهمة جدا فضيلة الدكتور، الرحمة المصطنعة هل هي تدخل من قبيل النفاق؟ إذا كانت الرحمة مصطنعة في الغالب يريد وراءها غرض. يعني هو قد يريد غرضا، هو فعل هذا الأمر ليقال عنه أو لسبحان الله ليريد أمرا مستقبلا. ولكن أنا أقول أفرق بين الرحمة المصطنعة، إنسان قاسي القلب وهو يحاول أن يعود إلى مشارب الرحمة الصافية، فيحاول أن يصطنع بعض الأمور تريضا لنفسه، تدريب لنفسه حتى تصبح هي سلوكيات معتادة ودارجة لديه. بالضبط كده. يعني قد نرى مثلا في المنزل بعض الأزواج يعاملون زوجاتهم بقسوة، نعم، وبشدة، وهو يسمع من الإمام في المسجد ويسمع من كذا أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالنساء خيرا رفقا بالقوارير، يسمع وصية سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حسن معاملة الزوجة ومعاشرة الزوجة وأمر القرآن به، فهو لا يعرف كيف يتعامل مع زوجته في إطار من الرحمة والود والحب. ف
فهو قد يصطنع بعض الأمور حتى يتعود على هذا الأمر. وأنا أرى بعض يعني من الناس من يعني إن صلحت أموره في هو أمر محمود طالما أنه ليس إلا بغرض نافع وهو تدريب النفس على الخير، أن تكون هناك معاشرة بالمعروف. نعم، وهذا من سبحان الله من الرحمة التي يؤجر عليها الإنسان أجورا متعددة، ليس أجرا واحدا، لأنه يضعها في مكان سبحان الله، يعني إلى جانب أنه مكان إنسان بطبيعته فهو يبذله لمن لأهله. نعم، فالأجر مضاعف في هذا الأمر. أنا أقول في هذه الجزئية أن الرحمة بذل الخير للغير، وكما قلنا الغير أي شيء يحتاج إلى مساعدة وأنت سبحان الله فعلت هذا الأمر، إذن هذا من باب الرحمة قولا واحدا. تفعله سواء كان لإنسان، لحيوان، إنسان وافقك في العقيدة، خالفك، وافقك في البلد، خالفك، المخالف على سبحان الله، فعلت الخير حتى بالحيوان. يعني حينما نرى أن امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرأة دخلت الجنة، دخلت الجنة في كلب سقته وبعض الروايات تقول امرأة بغي من بني إسرائيل، وهو الرواية صحيحة، يقول امرأة بغي من بني إسرائيل سقط كلبا فشكرت الله فغفر الله له. إذا كان سبحان الله الصحابة الله يرضى عليهم لما بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني البهائم وإطعام البهائم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني بيسألوه عن 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 سقيا الحيوانات. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة أجر. رحمة سبحان الله عجيبة حينما يأتي. طب فضيلة الدكتور، يعني احنا بنتحدث عن الرفق بالحيوان وهو ليس يعني أبدى وأجدى أن يكون الإنسان رحيما بال، يعني البعض يتحدث دائما عن أن الإنسان أحق من الحيوان بهذه الرحمة، ونحن لا نرحم بعضنا بعضا، كيف ننظر إلى الحيوانات وبعين الرحمة ونحن لا ننظر للبشر أو غير المسلمين بعين الرحمة، ماذا تقول لهؤلاء؟ طبعا هذا يعني فقد لفقه الأولويات. الإنسان مكرم كإنسان لأن الله تبارك وتعالى يعني جعله في المرتبة الأولى، وكل شيء في هذا الكون حتى الحيوان حتى الجماد يخدم الإنسان. يعني الحيوان في خدمة الإنسان، الجماد في خدمة الإنسان، سبحان الله كل ما في الكون من خلق الله تبارك وتعالى مسخر لخدمة من؟ الإنسان، لخدمة الإنسان. فإذن خير الإنسان لابد أن تكون في أن يكون في الدائرة الأولى، وهي لإنسانيته، لبني جنسه الخيرية الأولى، لأن عندنا احنا دوائر إحسان والدوائر متداخلة. بمعنى إيه؟ أن هناك دائرة أولى ودائرة ثانية يعني يركبون تباعا. يعني حينما أتكلم مثلا عن صلة الرحم، صلة الرحم واسعة، بمن أبدأ؟ الأقرب. أبدأ ببر الوالدين. نعم، فلا خير في أحد وصل رحمه وعق والديه. نعم، هذه دائرة، كيف يقبل هذا وأنت؟ نعم، فهناك دوائر كما قلنا. الرحمة التي ندعو إليها بلا شك الإنسان الذي يرحم الحيوان هو أرحم بالإنسان. نعم، هذه عقليات وبديهيات مسلمة. طب فضيلة الدكتور، يعني حدثني أحد الأجانب عن قضية اهتمام الإسلام بالحيوان، يعني تحدث عن أن تكريم الحيوان ورعاية الحيوان والرفق بالحيوان هي مفاهيم غربية ولا تمت للعقيدة الإسلامية بشيء، بدليل عدم وجود أي جمعية من جمعيات الرفق بالحيوان إلا ولها أصل أجنبي. إحنا بنتعامل مع الحيوانات الضالة مثلا في الشارع حتى لو كانت غير مؤذية بشكل في قسوة، والأطفال بتعنف هذه الحيوانات وربما تؤذيها دون أي اكتراث من الأهل للوعي إن ده كائن بحاجة للرحمة. فكرة البعد عندنا عن مفهوم الرفق بالحيوان وهو أصل من أصول الرحمة وهي أصل من أصول الإنسان في الإسلام.
تمام. حينما يعني أرى هذه الشبه تسار من حين إلى حين نعم بأن الإسلام يعني لم يشرع بعض التشريعات التي تخص الحيوان أو ما أشبه ذلك، أنا أقول له أنك لم تقرأ شريعة الإسلام ولم تدري أيضا الآداب التي سبحان الله يعني جعلت حينما نرى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في فترة التشريع في المدينة لم تتجاوز 10 سنين، إلا أنه ورد من الآداب والأحوال في معاملة الحيوان ما لا ترقى الجمعيات على الوصول إليه، والتفريق بين أمور. يعني حينما سبحان الله نرى في الغرب مثلا المهرجانات التي تقام في عالم السيران وما أشبه ذلك، هل ده يعني دليل على الرحمة؟ نحن لا، يعني الصيد مثلا ليس مشروعا للمتعة، ليس عندنا صيد للمتعة، إنما الصيد الذي فيه منفعة سواء كان بأكل للإنسان أو أكل لبعض الأمور ليه؟ فالصيد عندنا ليس متعة كما يفعلون، أو مصارعة السيران حتى الموت نرى هذا ليس في الإسلام. نعم، لأن الإنسان سبحان الله يعذب على تعذيب بهذا الحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قص لنا امرأة دخلت النار في هرة، حبستها امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. حينما نرى هذا النص وهذه النبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت دخلت النار فيها، إذن أي سبحان الله أي تجريم أكبر من هذا؟ ونريد أن نقول لمن يتشدقون بحقوق الحيوان وما أشبه ذلك، أنتم لم يعني تقرأوا أن الضمير والشريعة لدى المسلم هي دستور حياة، هي دستور حياة له. قد يكون كل مجتمع فيه المخالف، فيه المخطئ، فيه المذنب، ولكن هذا لا يقاس على شريعة الإسلام. شريعة الإسلام أعطت كل شيء حقه ومستحقه، بمعنى أن يعني سبحان الله يعني لم تجز الشريعة للإنسان أن يعذب حيوانا، أن يميت حيوانا إلا إذا لحقه منه أذى أو تحقق منه أذى، والقتل يكون بصورة رحيمة. الله، حينما نتكلم عن القتل هذا أمر يعني يحتاج إلى سبحان الله إلى حلقة خاصة. نعم. لأن حينما أصلا حينما تتهمني بشيء لابد أن تعقد مقارنة بين أسلوبك أنت الذي تصوره على أنه أسلوب رحيم، وأسلوب الذي تصوره على أنه أسلوب غير أو مفتقد للرحمة. نعم. فحينما نرى عمليات سبحان الله ما يتم عمليات الذبح مثلا كما يقولون، حينما يكون هناك سعق يعني يحدث سعق كهربائي حتى يتمكن من ذبح الأبقار وما أشبه ذلك، الدراسات اللي هي سبحان الله تم عملها في المراكز البحثية تقول إن هذه الحالة التي يجرونها على الحيوانات قبل ذبحها سواء كان بالتخدير أو ما أشبه ذلك تعذب الحيوان ما يقرب من ساعة إلى ربع تقريبا، 45 دقيقة. وبينما حالة الذبح الشرعي التي هي بضوابط لا يصل إلى الحبل إلى النخاع الشوكي حتى لا يؤلمه، التي هي بقطع الأوردة، لا تتجاوز الحالة هذه من 5 ثواني إلى 12 ثانية. نعم. سبحان الله، يعني ده بالنسبة لمقدار الألم، يعني بالنسبة لمقدار الألم الذي يشعر به أو تشعر به الذبيحة. فنحن حينما يعني قد ساروا وتكلموا عن أنكم سبحان الله يعني في موضوع العيد، دعنا من الانتقاص فضيلة الدكتور لشأن الإسلام، ولكن دعني أتحدث عن ممارسات المسلمين بالفعل. يعني بعض الأطفال يعذبون القطط والكلاب والحيوانات في الشوارع على سبيل اللهو، والأهل لا يكترثون بتعليم الأطفال أن ده من الأخطاء التي يجب تجنبها. صحيح، حينما نتكلم فعلا عن هذه الظاهرة قد تكون هناك يعني عدم استشعار بهذه الحرمة
أو لا يستشعر. إذن هي حرمة. طبعا نعم طبعا إزهاق الروح أو سبحان الله، أنا قلت الاصطياد لمجرد المتعة، نعم لمجرد أنه هو بيستمتع، عشان ده هذا أمر يعني منهي عنه في الشريعة الإسلامية. نعم كذلك أن إزهاق الروح سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما شاهد أطفالا يلعبون في عصفور، حتى يعني وجههم توجيه بأن هذا لا يجوز في حق الطائر. نعم فنحن نريد أن نقرر هنا أن ما يحدث هذا هو بعد عن الدين وعن فهم الدين. نعم لأنه لو فهم الدين ما كان عنده هذا الأمر. نعم لأن هذا من الأساسيات في أن لا يؤذي أحد أو أن لا يؤذي حتى أي كائن. طب فضيلة الدكتور، أحيانا البعض يذهب إلى السخرية من الآخرين على سبيل المزاح، وهو أمر أصبح كثيرا بين الشباب الآن، سخرية من الشكل، سخرية من الاسم، سخرية من طبيعة الدراسة حتى، يعني السخرية أصبحت نوع من أنواع المزاح ورغم أنها تؤذي مشاعر الآخرين. فكرة الرحمة ومراعاة شعور الآخر وفكرة السخرية اللي نهى عنها القرآن الكريم. أنا بأشكر حضرتك طبعا على هذا التوجيه في هذه الحلقة، وأنها تكون مظهر من مضامين فقد الرحمة. نعم. من مضامين فقد الرحمة هو أن يسخر الناس فيما بينهم، وهذه أسباب، هناك أسباب كثيرة خاصة فيما نحن بصدده في هذه الأيام من إصابة الناس ببعض الأمراض يسخرون منهم، أو سبحان الله، أو التنمر يعني على المصابين بكورونا مثلا. كورونا مثلا، ونحن هذا أمر سبحان الله. أولا النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يمازح كان لا يمازح إلا بالحق، يعني فليس هناك سخرية ترتبط بالمزاح. نعم. إذا سخر الإنسان فهذه سخرية. والله تبارك وتعالى نهانا في آيات واضحة في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن حينما نريد أن نقرر أن أي سخرية هذا فاقد للدين بل فاقد للإيمان، أي شكل من أشكال السخرية، أي السخرية ليست لا يصح للإنسان أن يمزح إلا بالحق. إزاي فضيلة الدكتور؟ يعني بالحق إزاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي لما قال: قم يا أبا تراب، كان في 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 كان سبحان جالسا على التراب فقال له: قم يا أبا تراب. نعم. هل هذا صدق؟ هو فعلا جالس على التراب، هذه مزحة، ولكن نعم. فعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم حادث. فاللي عايز أقوله يعني ما ينفعش. وحينما نرى التنمر، حالة التنمر التي عمت يعني في دنيا الناس، نسأل الله السلامة، وأصبحت شيء سلبي. أولا المرض من الله تبارك وتعالى، يعني هو لم يمرض نفسه. نعم. الإنسان يعني قد ينتقص من حقه إذا أدخل على نفسه أمرا معينا، قد يعاب الإنسان مثلا بالسكر. نعم. لأنه متعمد، متعمد يشرب الخمر، فإذا قلت فلان يشرب الخمر فأنا لا سبحان هذا أمر واحد. نعم. لكن حينما الإنسان يتنمر عليه لمجرد أنه أصيب بداء أو أصيب بوباء، فهذا فقد للخلق وفقد للرحمة وفقد للقيم. بل على الإنسان أن يكون في عونه. نعم. أن يكون في عون المريض، ولا يعير الإنسان بمرضه. الله تبارك وتعالى يعني سبحان الله، سيدنا أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأنت أرحم الراحمين. هو يلجأ إلى من؟ إلى الله رب العالمين الذي أنزل الداء: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. نعم. وذكرى للعابدين. إذن خلي بالك، دي من عند ربنا،
وخلي بالك ممكن الصحيح اليوم أو مريض اليوم يمرض غدا، مريض الغد وصحيح اليوم مريض الغد، فالعملية نعم. إيه دول يعني يجب عليك أن ترعى الله حالة التنمر دي. بصراحة إحنا يعني أنا حسيت حينما أرى الميت نسأل الله السلامة والناس تتقول عليه، ومن المفترض أن حينما يمشون في جنازته أن يترحموا عليه وأن يدعوا له، هم في مقام الشفاعة له، ترى الأمر أنهم لا يريدون أن يحضروا جنازة، بل ربما وجدنا في بعض الفيديوهات التي انتشرت على السوشيال ميديا وجدنا أنهم يلقون بالميت إلقاء، ولا وهذا أمر في غاية فقد الرحمة وفي غاية التنمر وفي غاية سوء المعاملة. سبحان الله، إحنا الإسلام وضع للميت أمور، يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت وهو ميت ككسره وهو حي. يا الله، نعم. حينما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الجلوس على قبر الميت، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتنفس إلى بدن خير له من أن يجلس على قبر. إذن لنا أن نتخيل هذا المعنى. إذن أنت تعامل هذا الميت بحالة من حالات سبحان الله، يعني أنك تخاف منه أو أنك لا، أنا لا أقول لك لا تأخذ احترازاتك أو الاحترازات الأشياء الاحتياطية في عدم العدوى، أقول لك خذ الاحترازات، ولكن لا تهمل أمرا أو لا يصدر عنك أمر يهين إلى المريض أو يهين إلى الميت، أي يهين الميت. نعم. هذا ما ينبغي. فحالة التنمر هذه تعد حالة من حالات فقد الرحمة، ويجب على الإنسان أن يراجع نفسه. طب فضيلة الدكتور، في بداية الحلقة تحدثت عن الخلق أثناء الحرب، كيف أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في أعتى أوقات الخصومة وهي وقت الحرب؟ يا سبحان الله، حينما نرى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ووصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد، لا تقتلوا طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا تقطعوا نخلا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصف أن حتى الجماد يسلم منك حالة الحرب، ولا يكن هناك، ولا تبدأوهم بالحرب حتى يبدأوكم، ولا تقتلوا منهم أحد حتى يقتلوا منكم. هذا وصف. نعم. هذه أمور أداب يوصى بها قواد الجيوش المسلمين حتى لا تقع أو يقع منهم اعتداء على حرمات يجب أن تصان. نعم. سواء كانت هذه الحرمات من باب الرحمة، يعني نحن في ساحة النزال، في ساحة الحرب. سبحان الله، لما نرى أن سبحان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا عابدا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى برسالة، رسالة الإسلام، والعابد هذا على ملة على غير ملة الإسلام. إذن سبحان الله، يعني هذا هو قمة الرحمة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين، يعني كان بينه وبين أهل مكة، وفعلوا معهم ما فعلوا، أخرجوهم من ديارهم، أخذوا أموالهم، شردوهم، إلا أنه حينما عاد في فتح مكة قال لذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم. هذا توصيف لمن، لكيف يعامل النبي صلى الله عليه وسلم حتى من يخالفه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغه أن أهل مكة في مجاعة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم لصفوان بن أمية وكبار قريش، وهو كانوا على غير ملة الإسلام. لماذا؟ رحمة منه صلى الله عليه وسلم بمن خالفه في الملة وخالفه في الدين. آداب الحرب في الإسلام، الحرب شرعت ليست للتشفي، ليست لبسط أو لاكتساب أرض أبدا. الحرب شرعت في الإسلام لرد العدوان ولتحرير العقل في الاختيار. أن الإنسان سبحان الله حينما يختار، حينما
يحاسب أمام الله رب العالمين يحاسب على اختياره المتحرر. نعم. أما حينما يكون مضطر لا يحاسب على هذا الاضطرار. ولذلك لما قلنا في الرحمة إرادة الخير للغير قلنا إرادة. نعم. هنا الإرادة هي بمطلق الإيه؟ بمطلق الاختيار، ليس لأحد. طب فضيلة الدكتور، يعني دعنا ننظر إلى الممارسات الحالية من الكثير منا، وهي في وقت الخصومة بنجد أشد أنواع الغلظة في التعامل وعدم قبول حتى الاعتذار من الطرف الآخر، والتشفي في حال إصابة الآخر أو من بيننا وبينه خصومة بأي نوع من أنواع الضرر، بيكون في حالة من التشفي. كيف يخلو هذا من صفة الرحمة التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم؟ ده سؤال مهم. حينما نتكلم عن، قلنا الجزاء من جنس العمل. نعم. من لا يرحم لا يرحم لا يرحم. وفي قيمة هناك اسمها يعني قيمة التسامح، والتسامح ده لابد أن يكون هناك خطأ حتى نتسامح فيه. نعم. يعني لا يتصور، لا يتصور التسامح في غير خطأ. يعني إذا لابد من وقوع خطأ، فهذا أمر في المعاملات يحدث، يحدث في نطاق الأسرة، يحدث في نطاق البلدة، في نطاق العائلة، في نطاق المجتمع، فلا بد أن يحدث الخطأ. نعم. والخطأ لا بد أن يقابل المجتمع بالإنصاف. إنصاف بماذا؟ إن الإنسان إما أن يكون هناك رد لهذا الخطأ ويستدرك، وإما أن يكون هناك مسامحة. وإما أن يكون هناك مسامحة. وعلى هذه المسامحة تأتي الدرجات، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فكأنها ترفع الدرجات حينما يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. هذه آية تبين يا أخ والله ده لو حدث ضرر عليك، إما أن كانت لك قوة بس مش أنت بقى، القوة بقى بمن حكمناه في الإيه؟ في الواقعة. نعم. بمن حكمناه في الواقعة، والله خد اقتص بها ونعمت، لم يقتص أصلحنا خلاص يبقى خير وبركة، يبقى هناك إطار للمسامحة. وربنا بيقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهنا بقى ملمح، قد يقول الإنسان سبحان الله يعني شقين، أنا والله عملت الخير ولكن ترد علي شر، استحالة استحالة. ليه؟ لأن ربنا بيقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي، هنا خبر، بينك وبينه عداوة كأنه ولي إيه؟ حميم. لكن حينما دفعت أنت بالخير، حينما دفعت أنت بالخير لم تدفعه خالص النية، لابد أن حينما تفعل الخير وتريد أن سبحان الله تصطلح مع الناس. ولكن فضيلة الدكتور، يعني بعض الأشخاص الحقيقة بيكون عندهم مشاكل وبيؤذوا الآخرين متعمدين، وحتى إذا عملهم الآخر بصورة طيبة هم لا يعرفون هذا. يعني دائما ما يكون الإذاء من طرفهم. يعني في هذه الحالة يعني لا يجب أن نلقي باللوم على من يتسامح ويعفو، ولكن الآخر يعني يريد مواجهة أعنف حتى يتوقف عن الإذاء. البعض يكون، أنا لا أقول كن يعني متساهلا. نعم. ولكن أقول إيه، أقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أحد الصحابة رضي الله عليهم وقال له هذا الكلام. قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسوءون إلي، أتودد إليهم ويتبغضون إلي. فهو عامل كل حاجة بقى هو. نعم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام
قال له إن كنت كما تقول، هنا كلام النبي بقى، إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، ولا زال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني ما قالوش لا والله انت اقطع العلاقه دي، العلاقه او اقطع الكلام ده وارجع مثلا، لا، ولكن في امور تحتاج منا الى، لا اقول يعني الى حزم حتى لا يتجرأ الناس على الناس، نعم، ولكن الحزم في اطاره الايه الشرعي. يعني انا مثلا المؤمن ليس بسباب ولا لعان ولا فحاش، ولا حدث من احد الناس انه تجرأ عليه، نعم، يبقى لازم ان انا اخذ موقف، سواء ليس برد السب، نعم، ولكن ارفع امري لمن اكتب فيه مذكره، اكتب فيه شيء، اخذ حقي بما بالحسنى برضه. بالحسنى، نعم. أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء فضيلة الدكتور عبد الفتاح جمعة من علماء وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا لحضرتك. أشكرك السؤال، جزاكم الله خير. أشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة، وحتى لقاء قادم بإذن الله وحلقة جديدة من فقه الحياة، شكرا لكم وإلى اللقاء.